كروسون اييه واخا اللي نبداو بدون بيه. العجين المورق، لكن تجي العجينه ديالو سهله ومورقه وغزاله. وعندي واحد تحليه السحور، اييه واحد العصير اللي كيجي بحال ميامي تماما في اييه ميه كثيره. اييه واخا ان شاء الله نبداو بالشوسون. ان شاء ان الله شاء الله تفضلي. غنحتاجو ان شاء الله العجين، راه هاد الشوسون بالطون بلا ما يعني بدون كثر، يعني سهل الطريقه ديالو سهله. المهم غنحتاجو ان شاء الله العجين ديالو 200 غرام ديال الدقيق الابيض، 100 غرام ديال الزبده التوريق، اييه معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه، وملح، والماء يكون بارد. مهم ضروري لنا العجينه تكون الماء بارد، وحتى الزبده ان شاء الله اللي غادي نحتاج اللي غتكون بارده من الثلاجه ضروري يكون الماء والزبده باردين. الوقت اللي ندير انا الدقيق، ندير الملحه، ندير الزيت، نبسس داك الزيت مع الدقيق، نبسسهم مزيان، وعاد نحك ديك الزبده، نحكها بديك الحكاكه، اييه نحكها، وان شاء الله اسمحي ليا اييه نحكها ونبدا نمرمدها مع الدقيق، يعني نخل فيها نلبسها بالدقيق اييه صافي، ونجمعها نكورها نكورها اييه ونطلقها بالمدلك مربع، نطويها بحال المسمنه، نجمعها في واحد البلاستيك غذائي، نديرها في الثلاجه ترتاح ساعتين، مدة ساعتين، اييه حيت هي قد ما ارتاحت قد ما مزيان كيجي داك التوريق زوين بزاف. يعني الا عندك الوقت تبات كاع ليله كامله حيت ما فيهاش خميره ماشي مشكل. صافي ملي ندوز الحشوه، ان شاء الله الحشوه راه بسيطه ماشي شي حاجه، غنحتاجو ان شاء الله غير بصيله صغيره مقطعه طريفات صغار، نص فلفله صغيره حتى هي، ملح بزار، نسحرو في الملحه، نسحرو في الزيت النباتيه، ونضيف لهم واحد الفرماجه مثلثه وحده وواحد الطون، نجمعهم مزيان. صافي ندوزو ان شاء الله العجين اللي خليته ضروري يرتاح، اللي غنطلقو بالمدلك، نطلقو يعني بمساعدة الدقيق والمدلك، ندير الشكل دوائر ديال الشوسون، ندير الحشوة ديالتي الوسط، وفي الجناب ديال الدائرة الفوق ندهن بالأبيض ديال البيض اللي مخلوط مع شوية ديال الخل، ونسد عليهم، يعني ماشي تسدو بزاف، يعني كتسدو غير شي شويه باش يجي داك الشيء محلول، ديك الشوسون شويه محلوله كيبان فيها حتى التوريق، وما ترقوش العجينه، العجينه كتبقى شويه حيت ما فيهاش الخميره باش تبان لكم غير داك التوريق ديالكم، ما ترقوهاش وما تلصقوهاش مع سطح العمل. اييه مفهوم. والحشوه ضيفوا ليها الفرماج، اي فرماج بغيتو المثلث او الجبن الاحمر، باش كتجي داك الحشوه بنينه بزاف. صافي ملي كنكملهم كاملين كنديرهم، بالنسبه للعجينه اللي غتبقى ما تعجنوهاش، كديروا الطرف فوق من الطرف، بالنسبه للعجين اللي كتبقى اللي كتطلقوا كديروا طريف فوق من طريف، وكتعاودوا تطلقوه، يعني باش كيتطلق مزيان وما كيطرى حتى شي حاجه. المهم العجين ان شاء الله راه ناجحه الا تبعتوا غير الطريقه. صافي كتديروا داكشي في اللاطه ديالكم، يعني الشوسون ديالكم في اللاطه، كتدخلوا الفران يكون سخون. المهم قبل ما تدخلي ضروري مدهني بالصفر ديال البيض اللي مخلطه معاه الصوص ديال الصوجه وقطرات من الخل. هي ما عندكش الصوص ديال الصوجه، ممكن ديري غير قطرات من الحليب والخل، وصافي كتشرطي الا بغيتي تذوقي، يعني تزيني داك الشوسون من الفوق، تشرطي شويه بالفرشات ديالك ولا الشوكه، ديري واحد الشريطات من الفوق، كتدخلي الفران يكون سخون، العافيه تكون متوسطه، تخليهم يطيبوا على خاطرهم حتى كيبان لكم تنفخوا وتحمروا من التحت، كتشعلي عليهم من الفوق، يعني كطفي التحت تشعلي الفوق، صافي كيتحمروا راه كيجيو مرقين وكيجيو زوينين. غير العجين تبعوا الطريقه ضروري، ما تلبسي ديك العجينه مزيان، وكديري ديك الزبده تكون بارده ما خصهاش تكون معجونه باش كتنجح معاكم، وتخليوها ترتاح في الثلاجه، والماء يكون بارد كيف ما قلتي، والماء يكون بارد من الثلاجه، الماء والزبده كنأكد عليهم، الزبده تكون ديال التوريق، الماء والزبده يكونوا باردين من الثلاجه، يعني حتى تكوني موجده الامور ديالك كامله، عاد تدخلي ديري عاد يعني جبدي من الثلاجه الماء والزبده. ايوا هذا العجين تبارك الله، يعني السيدات يشكلوا منه اللي بغا، ولي شوسون فطائر داكشي اللي بغا، الله يعطيك الصحه. زوينه لاله سهل، والله لاله زوين بزاف، خير لك تبارك الله. طويان 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 تما راه في ديك ايوا فعلا، والله الا هذا الا غزال طريقه سهله، وغير هو كيبغي الراحه، كيبغي يرتاح يترخف، والزبده تكون بارده والماء يكون بارد. صافي ان شاء الله ندوزو ان شاء الله للتحليه. اييه تفضلي. تحليه اقتصاديه هي السحور كريميه ومنعشه، والمكونات ديالها موجود في كل بيت ان شاء الله. غنحتاجو الطبقه الاولى واحد نصف لتر حليب،
جوج معالق كبار ديال المايزينا، اييه معلقه ديال النيدو. ها النيدو هو سيدي لا واحد حليب مجفف، اييه بودره بلا ما نذكر الاسماء، حليب بودره سيدي، معلقه كبيره ديال حليب بودره كيعطي واحد المذاق اللي زوين بزاف في الكليات، واحد كيس فاني صافي فوق من العافيه، حتى كيعقد لكم داك الخليط كتبان لكم ديك الجناب ديالها بلو ديك الكشكوشه عفوا بدا كيعقد، اييه صافي كتفرغوا في الكويسه تيكونوا منقيين ومسقطرين من الماء ونخليهم حتى يبردوا. انا درتهم في المجمد حتى كنت محتاجه بالزربه، درتهم في المجمد غير بردوا وحيدوا منه العافيه وتجمعوا وندوزوا ان شاء الله للطبقه الثانيه اللي حتى هي اقتصاديه بما ان موجود حامض دابا. درت غير ربع لتر ديال الماء ومعلقه كبيره ديال الكريم باتيسير بنكهه الحامض ومعلقه كبيره ونصف ديال السكر سنيده. سمحوا لي واقيلا ما ذكرتش السكر في الطبقه الاولى، معلقه كبيره ونصف حتى هي، المهم السكر حسب الذوق. اييه كدير واحد قشور ديال الحامضه وعصير حامضه. عاودي لنا الطبقه الثانيه، قلتي لنا ربع لتر ديال الماء. ربع لتر ديال الماء، ربع لتر ديال الماء، اييه معلقه كبيره ديال كريم باتيسير بنكهه الحامض، معلقه كبيره ونصف ديال السكر سنيده، قشور حامضه، اييه عصير حامضه، اييه فوق من العافيه حتى هما غير كيبان لكم عقادو، كتحيدوهم كديرو فوق من الطبقه الاولى لكن ضروري كتكون بارده مجموعه، اييه كتفرغوهم صافي. هذه تحليه سهله اقتصاديه، ديرهم ديرهم بالشوكولاته المحكوك، ممكن ديروا لهم الفواكه أيه. المجففه اللي بغيتوا اللي بغيتوا اللي كاين، اييه وهي راه غير بحال هكا راه مزينه راسها، ما بين ديك الطبقه بيضاء وطبقه صفراء، والله الا زيدهم ونعيش، اييه بصح الله يعطيك الصحه. ممكن ديروا طريف ديال الحامض وشي ورقه أيه. ديال النعناع هكا للتزيين يجي نضر زوين، اييه مين كيبقى للمراه اللي عندها في البيت اللي عندنا في الكوزينه ديالها. بصراحه شوفي ملي ملي كتنجح لينا الوصفه وكنوصل لديك الوقيته يعني نتفنوا، في الصراحه كنفرحوا كنتفنوا، هذاك الشيء كيبقى الاساس هو المهم، الاساس هو المهم ديال الوصفه، هذا الشيء اللي كاين ديال الوصفه تنجح. وبالنسبه لواحد العصير حتى هو راه كيجي تماما بحال داك اللي كنا كنشريو ايام زمان، اييه كيخرج واحد الكميه زوينه، ما نحتاجه ان شاء الله واحد جوج كيلو ديال البرتقال، اييه جوج كيلو ديال البرتقال. الافضل تاخذ البرتقاله اللي تكون جلده رقيقه، كتكون الماء فيها، كتكون الحبه فيها الماء، ضروري الحبه تكون الجلده رقيقه، هذيك الملسه رقيقه، هذيك الجلده الملسه كتلقاي فيها الماء لداخل. جوج كيلو ديال البرتقال وربعه لتر ديال الماء، المهم كاس ديال العنبه ديال الماء، جوج كيسان ونصف سكر سنيده. ندوزو ان شاء الله الطريقه، غتنقي داك الجوج كيلو كامل، غتخلي حبه وحده غتخليها بجلوف ديالها، كتقطعيهم قطع صغيره، تحيد علاش قطع صغيره، كتحيدي ديك البابه ودوك الخيوط لداخل وكتحيدي حتى العظام، اييه داك العظام باش ما يمرش، وديك الحبه اللي غتخلي وحده اللي غتخليها بالجلفه ديالها حتى هي حتى هي نفس الطريقه، غتقطعيها طير اطراف وتحيدي العظيمات الا كانوا شي خيوط تحيديهم، كديريهم في جوج لتر ديال الماء مع جوج كيسان ديال العلبه ديال السنيده فوق من العافيه، على في الطنجره ماشي في الكوكوط، ما تسديش عليهم، في الطنجره في جميله كتشعلي لهم العافيه، واخا تكون مجهده ماشي مشكل، غير تبان لك ديك الغليه، كتطلع لك الغليه وكتحسبي ليها 15 دقيقه ربع ساعه، صافي كتطفي معايا لاله سناء، اييه متبعه معاك، اييه صافي كتطفي كتشي طحنيهم كتخليهم حتى يبردوا، كطحنيهم في الخلاط ديالك وكتصفيه مزيان، وكتزيدي واحد جوج لتر ديال الماء وواحد كاس العلبه ديال الماء، جوج لتر وكاس، جوج لتر وكاس، اييه باش ما يجيش ثاني داك الماء كثير، اييه فعلا جوج لتر وكاس ديال العلبه، وغادا ديري واحد نص كاس ديال السكر، لان السكر المهم انا جاني في الحلاوه نيشان، ولكن ممكن تزيدوا انتم الحلاوه اللي بغيتوا، فكنحاولوا نقصوا شي شويه من كثروش كثر السكر، صافي هذا الشيء اللي كاين اختي سناء، تخليه حتى يبرد، من الافضل تشربوه هو بارد وبالصحه والراحه.